وهذا ما يسمى برد المتشابه إلى المحكم. فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار الكل محكما، وإذا من يتبع المتشابه يزيغ. فكيف يترك نصوصا كالجبال وهي محكمة ثم يأتي إلى نص واحد فيه خفاء في المعنى ويعول عليه الأحكام ويدع تلك النصوص؟ وما وضع هذا المتشابه إلا من أجل الابتلاء والاختبار. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قال: وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هؤلاء أهل الزيغ، لكن أهل الهدى والتقى والتوفيق والسداد من الله وهم الراسخون في العلم. ولم يقل العلماء، وإنما قال والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل، يعني المتشابه والمحكم من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا رد المتشابه إلى المحكم أصبح الكل محكما، فإذا رد ما خفي معناه إلى ما علم معناه أصبح الجميع واضحا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله احذروه. فإذا وجدت الإنسان يتتبع المتشابه فهذا في قلبه زيغ، كما هو الشأن في من يتتبع الرخص. فمن يتبع الرخص في إباحة الغناء أو إباحة شرب الدخان فهذا في قلبه هوى وزيغ، ولذا لا تجد هذا الرجل مستقرا، فهو يأخذ ما يحلو له ويدع ما لا يحلو له.